وانت واحنا بنتكلم مع بعض كده يا رؤى، خلينا نروح برضو لجمهور النادي الاهلي ونشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن هذه المباراه. نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتمنى ان احنا نفوز باذن الله، لان معروفه احنا المصريين عندنا قوه عزيمه، ما يهمناش مهما قالوا الناس يعني المكان، في اي مكان باذن الله هنكون اقوياء ان شاء الله. الاهلي يفوز 2 او 3-0 ان شاء الله. 2-1 للاهلي ان شاء الله باذن الله. الاهلي هيفوز 3-1. هو ان شاء الله بنتمنى ان الاهلي طبعا يكسب، وان شاء الله هيكسب باذن الله. 1-0 2-1 بكثير قوي. ان شاء الله 2-0 باذن الله. متوقع ان الاهلي يكسب 2-3 ان شاء الله، 0 باذن الله ان شاء الله. يعني توقعاتي بالنسبه للنادي الاهلي والوداد المغربي فوز الاهلي ان شاء الله 3-1. ان شاء الله الاهلي هيفوز 2، قفشه وشحات ان شاء الله.